نهم مجددا. الجبهة اليتيمة التي تقاتل لليوم الثالث دون دعم حقيقي أو إمدادات عسكرية، أين هي قيادة الدولة من متابعة ما يحدث في نهم؟ لماذا لم يتم تحريك الجبهات العسكرية في بقية خطوط التماس للضغط على الميليشيا وتحقيق مكاسب ميدانية؟ أهلا بكم. مع ارتفاع وتيرة المواجهات بجبهة نهم لليوم الثالث واستماتة الحوثيين في استعادة المواقع التي فقدوها، يجعلنا كل ذلك نتساءل عن مدى أهمية العملية العسكرية في هذا التوقيت. هل هي مجرد حماية دفاعية وصد أمام هجوم الحوثي، أم أنها في سياق خطة عسكرية لتفعيل الجبهات العسكرية؟ ولماذا تترك هذه الجبهة وحيدة ولم تشتعل بقية الجبهات؟ وسط دعوات بأمننة الجيش والمقاومة، ما أهمية استعادة القرار العسكري من يد التحالف؟ وهل ما زال ذلك متاحا للشرعية التي وضعت بيضها جميعا في سلة التحالف؟ وما دور رأس المال الوطني في دعم وتسليح الجيش والمقاومة؟ لا أفق إلا وتراه أعينهم، ولا مدى إلا وتصل إليه نيرانهم. هنا على هذه الجبال القاسية التي تمتد كخارطة لمعركة ترسم ملامحها وتقيس قدرات المحاربين فيها، تدور مواجهات عنيفة لثلاثة أيام يخوض فيها الجيش معركة في مواجهة ميليشيا الحوثي. مصادر عسكرية تقول إن الجيش الوطني تمكن من السيطرة على عدد من المواقع الجبلية، فيما حصد الحوثي خسارة كبيرة بعد أن رمى بمقاتليه من كتيبة الموت على هذه التضاريس محاولاً اختراقها. تصاعد وتيرة المواجهات في نهم وصولاً إلى مناطق عدة في محافظة الجوف فتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول ضرورة فتح جبهات التماس في البيضاء والضالع وتعز والحديدة وحجة وصعدة، خصوصاً مع الحديث الدائم عن قدرة الجيش على إدارة معركته إذا ما توفرت له الإمكانات ونزعت من حوله القيود السياسية المفروضة. والعدو منهار ومعنوياته تحت الصفر، وإذا أردتم أن تأكدوا من هذا البلاغ والخبر هذا الذي تشاهدونه فاسألوا مستشفى 48 اليوم اسألوا مستشفى 48 في العاصمة صنعاء، واسألوا المستشفيات الأخرى وشاهدوا المستشفيات الأخرى وستنبئكم عن قتلاهم. استماتة الميليشيا وزجها بمقاتليها في عملية انتحارية يؤكد أن الجيش يدفع ثمن تأجيل المعركة باهظاً، وأن عليه خوض معركته اليوم أو غداً، فلا سلام مع الميليشيا. تمتلك ميليشيا الحوثي طائرات مسيرة وصواريخ باليستية مطورة إيرانياً مكنتها من استهداف معسكرات في أكثر من منطقة، فيما لا يزال الجيش الوطني يواجه صلفاً سعودياً بعدم تسليمه سلاحاً يمكنه من قيادة معركته نحو الناصر. في هذه اللحظة ترتفع دعوات تطالب باستعادة القرار العسكري من يد التحالف وتوفير رأس مال وطني لدعم وتسليح الجيش والمقاومة. فخمس سنوات علمت اليمنيين أن المعركة التي يديرها التحالف هي معركة محكومة بمزاج الرياض وأجنداتها السياسية وليس المصلحة اليمنية. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا المحلل السياسي ياسين التميمي، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. بداية مساء الخير أستاذ ياسين. أسعد الله مساءك ومساء مشاهدي قناة بلقيس، تحية لكم جميعا. أهلا بك أستاذ ياسين. لو بدأت معك من عنوان هذه الحلقة، ماذا يعني إعادة تحريك جبهة نهم الآن؟ هل دفاع أم تحرير؟ إعادة تحريك جبهة نهم طبعا يثير الكثير من الأسئلة. طبعا الحقيقة الثابتة هي أن جبهة نهم لم تهدأ في أي وقت، يعني هناك حرب استنزاف طويلة، ولكن للأسف الشديد الإعلام لا يركز على ما يجري في نهم، بل ما يحدث هو أن هذه الجبهة يثار حولها الكثير من اللغط، خصوصا من جانب خصوم السلطة الشرعية والجيش الوطني، ويتهمون الجيش الوطني بأنه لا يحرك ساكنا في هذه الجبهة. هناك استنزاف كبير في هذه الجبهة، لكن الذي حدث هو أن مواجهة شاملة كان سببها أن الحوثيين أرادوا أن يحققوا اختراقات عسكرية حقيقية وهم على مشارف
عملية سياسية تفاوضية يريدون من خلالها إحراز مكاسب على الأرض، ويريدون تقوية موقفهم التفاوضي، ولهذا وجهوا يعني خاضوا معارك شاملة في جبهة نهم. تفاجأوا بأن الجيش الوطني كان على أتم الاستعداد للتعامل معهم وهزيمتهم ودحرهم. طبعا المعركة هي كر وفر، هناك اختراقات حققها الحوثيون خصوصا في جبل المنارة، لكن هناك أيضا مواقع فقدها الحوثيون، وهناك صمود أسطوري من جانب الجيش الوطني في الوقت الذي يواجه فيه هذا الجيش تحديات كثيرة. ليس الهجمات الحوثية إلا واحدة من هذه التحديات، لكن هذا الجيش الوطني يواجه تحدي عدم حصوله على الإمداد الكافي من الأسلحة ومن المؤن، وأيضا يواجه هذا التهميش الكبير جدا من جانب السلطة الشرعية ومن جانب التحالف. هناك استقصاد لإبقاء هذا الجيش مهزوما نفسيا ومستنزفا إلى حد كبير حتى لا يستطيع أن يمتلك زمام المبادرة، لكن لأن المعركة في جوهرها معركة وطنية، هذا الجيش يخوضها بشرف وبكرامة وباقتدار، واستطاع أن يحقق هذه الإنجازات وأن يربك العدو إلى هذا الحد وأن يلحق به هذه الخسائر الكبيرة. يعني الصواريخ التي يطرقها الحوثيون على مدينة مارب وعلى معسكر الاستقبال، هذه رد فعل على حجم الوجع الذي لحق بهم من جراء المعارك التي تدور في نهم والضربات القوية التي واجهها الجيش الوطني ضد الحوثيين. لهذا أنا أعتقد أن هذه المعركة معركة كاشفة بكل ما تعني الكلمة من معنى، أثبتت لكل الأطراف ولكل الذين زايدوا على هذا الجيش الوطني بأنه قادر ومقتدر، وأنه هو الذي سيستطيع أن يحسم المعركة، وهو الذي يمنع من حسم المعركة، وهو الذي تبرز أمامه تحديات كبيرة تحول بينه وبين أن يحسم هذه المعركة. إذن المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف اليوم، أولا هي تثبت انقلابا في الجنوب، وهي تريد أن تقنعنا بأنها تدعم القوات المسلحة في الشمال. الواقع أن المملكة العربية السعودية اليوم في وضع لا تحسد عليه، لأنها اليوم هي قائدة التحالف، حتى لا أعتقد غياب ربما غياب الإمارات عن المشهد حتى في مارب لا يدع يعني أي مجال أمام السعودية لكي تتهرب من مسؤوليتها. إما أن تبقي على تحالف شريف ونظيف وصادق ونزيه كما هو أي تحالف بين أنداد ومحترمين وكرام، أو أن تتخلى عن مسؤوليتها العسكرية وتنسحب ذليلة من الساحة اليمنية، وسيواجه اليمنيون مصيرهم وسيتدبر اليمنيون أمرهم مع عدوهم. هذا التذبذب في موقف السعودية على ماذا يدل؟ يعني لا هي التي أقدمت كما تقول ودعمت الجيش الوطني وحررت واستعادت الشرعية، ولا هي التي تخلت وتراجعت تماما؟ موقف النصف نصف هذا ما الذي يشكل؟ هذا يعود إلى طبيعة الأجندة السيئة للمملكة العربية السعودية في اليمن منذ البداية، منذ ما قبل 2011 وما بعد 2011. يعني نتساءل عام 2014، من الذي أوصل الحوثيين إلى صنعاء؟ من الذي حرم اليمنيين من مواصلة عملية الانتقال السياسي التي كانت ستنقلهم إلى مرحلة طويلة من الاستقرار، والتي كانت ستمكنهم من دولة مستقرة اتحادية ديمقراطية تداولية تشاركية؟ هذا المشروع العظيم، هذا المشروع الوطني العظيم هدم بسبب المؤامرة السعودية الإماراتية. اليوم السعودية لا تستطيع أن تتخلى عن الأجندة السيئة هذه ثم تتصرف كحليف صادق ووفي وكريم دفعة واحدة. لهذا هذا الاضطراب، أولا هي تصدر رسائل للمجتمع الدولي أنها ليست بصدد خوض معركة شاملة، وأنها ليست بصدد دعم معركة قد توصل الجيش الوطني إلى صنعاء، لأن هناك مخاوف للمجتمع الدولي. هذه المخاوف ليست مبنية على موقف إنساني، وإنما على موقف سياسي وأيديولوجي. أيضا المجتمع الدولي لا يريد لليمنيين، للغالبية من الشعب اليمني، أن يستعيد قراره، يريد أن يمكن الأقليات. هذه هي المشكلة. السعودية تمالئ الموقف الدولي، هي تريد في حقيقة الأمر أن تفكك الدولة اليمنية، هي تريد أن تحقق مكاسب جيوستراتيجية وجيوسياسية في ظل دولة مهترئة ويمن مفكك، وقد رأينا هذا جليا في محافظة المهرة، ورأينا كيف تصرفت الإمارات في أرخبيل سقطرى. لهذا الطبيعة السيئة للأجندة السعودية هي وراء ما يدور اليوم. لكن السعودية نعتقد أنها سوف تحصد حصادا مرا في اليمن. اليوم عندما توفرت فرصة في عام 2014 للمملكة العربية السعودية لكي تعيد ترميم علاقاتها بالشعب اليمني من خلال تدخل عسكري الذي كان يفترض أن ينتصر لإرادة الشعب اليمني، وثبت أنه يتآمر على الشعب اليمني، أما لا تزال أمامها فرصة لكي تصحح هذا المسار وتبني شراكة حقيقية مع دولة مقتدرة
كفؤة مسالمة في حدها الجنوبي، إما أن تتمالأ مع المجتمع الدولي. وفي هذه الحالة أنا أعتقد أن الذي سيستفيد هي إيران، لأن إيران جهزت نفسها جيدا، لديها ميليشيا تسيطر على صنعاء، ولدى هذه الميليشيا أسلحة، وتستطيع إيران أن تتدبر أمرها مع هذه الميليشيا لكي تصبح صنعاء وما حولها والجزء الشمالي من الوطن يعني مصدر يعني خطر كبير جدا على الأمن السعودي. والأهم من ذلك كله، اليمنيون سيدفعون ثمنا باهظا خلال المرحلة المقبلة، لكن أعتقد أن الشعب اليمني أمامه فرصة لاستعادة المبادرة. الشعب اليمني يستطيع أن يستعيد المبادرة وأن يحقق أهداف مشروعه الوطني مهما عظمت التضحيات. عندما يمتلك زمام المبادرة أعتقد أنه سيكون في وضع أفضل. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ ياسين أن ينضم معنا عبر سكايب الناشط السياسي زيد الشليف من برلين. مساء الخير أستاذ زيد. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك أستاذ زيد، كونك من نهم ومتابع جيد للوضع هناك وربما تصلك بعض التفاصيل، ضعنا في صورة الوضع هناك. أولا تحية لقناتكم على هذه الاستضافة، وتحية للأخ العزيز الأستاذ ياسين، وتحية لأبطال جيشنا الوطني الميامين الذين يخوضون معارك الجمهورية في جبال وتباب ووديان وشعاب نه، الذين تحملوا عناء البرد وعناء المواجهات لمدة 3 أيام، البعض منهم لم ينم لإيمانهم بقضية عادلة وتضحيتهم من أجل استعادة الجمهورية اليمنية واستعادة الدولة اليمنية ودعم الشرعية. الحقيقة أن ما حصل أن الحوثيون حشدوا منذ شهور لهذا الهجوم الذي نفذوه، ولكنهم لم يحسبوا أن إرادة المقاومين، إرادة الجنود الأبطال في جبال نه تطاول جبال نه، لذلك ظنوا أنهم أن نهم ستكون لقمة سائغة، وبدأوا بنشر الشائعات والأكاذيب عبر مخبريهم وعبر بعض قنواتهم أن نهم سقطت وأن الحوثي على أبواب مأرب. أرادوا أن يلتفوا على خط مأرب الفرضة من هيلان وأشاعوا أنهم مطلين على الخط، بينما الحقيقة أنهم جبل هيلان ما زال في يد الحوثيين من قبل، وهو يستهدف الخط أحيانا بالمدفعية كما يستهدف الجيش الوطني مطار صنعاء وصنعاء أحيانا بالمدفعية منه. إذن لم يحدثوا أي تقدم رغم الحشد الكبير الذي أعدوا له، ورغم الاختراق الذي حاولوا فيه زجوا بكتائب كاملة في ميمنة نب، وأنا لا أبالغ أن قلت أن كتائب بأكملها سلمت أنفسها، ومن لم يسلم نفسه كان مصيره الهلاك، لأنهم دخلوا في مناطق لم يكن متواجد فيها الجيش لكنها مناطق مفتوحة، استطاع الجيش أن يحيطهم وحاصرهم، فمنهم من استسلم ومنهم من قتل، وكان على رأسهم قائد كتيبة الموت الذي لقت هزيمة وخسارة فادحة في جبهتنا. ثم حاولوا الضغط من اتجاه الميسرة. طبعا عندما نتكلم عن جبهتنا نحن لا نتكلم عن جبل أو جبلين، ولا نتكلم عن مديرية، ولا نتكلم عن تبة أو تبتين أو عدة تبة، نحن نتكلم عن معركة مترامية الأطراف. أول حدودها نتكلم عن سلسلة من الجبال تمتد من حدود بني حشيش ميسرة وحريبنا حتى تصل إلى حدود الجوف وحدود أرحب في الميمنة. إذا نحن نتكلم عن مواجهات في أرض شاسعة قد تحدث فيها الخروقات، لأن الجيش الوطني بطبيعة الحال لا يغطي كل هذه المناطق لأنها مناطق غير مأهولة ومناطق ربما فاضية. فالحوثي يحاول دائما أن يتمدد شمالا وغربا بحيث يشتت القوات، وبدلا من التوجه نحو صنعاء يعودون للتحرير التباب في الميمنة والميسرة. لكن وإن طال السفر صنعاء قادمة، وبعزيمة أبطال الجيش الوطني صنعاء قادمة. أما ما يشاع عن سيطرة الحوثيين على جبل المنارة فهذه إشاعة للأسف رددتها قنوات لا تتبع الحوثيون، رددوا هذه الإشاعة، وأبواق إعلامية كثيرة سواء بقصد أو بدون قصد أنساقوا وراء هذا الخبر الغير صحيح. ما حصل أن الحوثيون ضغطوا بقوات كبيرة في المنارة ودفعوا أكثر من 200 جثة على عتاب المنارة محاولة إسقاطها، وحصل كمين محكم لهم بعد أن دخلوا في أطراف المنارة والتف عليهم الجيش ولم يخرج منهم أحد، والجيش الآن يتمركز في جبال المنارة،
وهنالك قيادات عسكرية نعم، صرحت إذن بعض المراسلين، بعض القنوات ربما ستنشر التصريحات قريبا من رأس جبل المنارة قبل قليل. نعم، ماذا عن بقية نقاط التماس أستاذ زيد؟ يعني هل هي أيضا مشتعلة وعليها ضغط أم فقط الضغط على جبل المنارة؟ طبعا المواجهات من الجوف حتى صرواح على امتداد اكثر من 100 كيلومتر في جبهتنا. الضغط الذي يمارسه الحوثيين في الميسره هو محاوله لاخراج المجاميع المحاصره في ميمنتنا. يريدون الضغط على الجيش في ميسرتنا ليعزز الميسره وثم يفك الحصار عن المجاميع الحوثيه المحاصره في الميمنه، لكن الجيش لديه القوات كافية لتغطية الميمنة والميسرة، وبإذن الله مواصلة التقدم نحو صنعاء. الجيش لا يتكلم عن سط هذا الهجوم، وإن كان سط هذا الهجوم بالنسبة لي يعتبر هذا نصر كبير، لأن الإعداد الذي أعده الحوثيون منذ شهور ذهب خلال يومين، أكثر من مئات الجثث في أشعابنا. إذا كانوا دفعوا 200 جثة على جبل المنارة ثم لم ينالوا منه، فكم دفعوا في ميمنة نهم التي قاصوا في رمالها، وكم دفعوا في أسفل جبل هيلان الذي حاولوا عبثا أن يزجوا بميليشياتهم إلى خط صنعاء الفرضة، وهم يعلمون أن من دخل ذلك الخط لن يعود إلا جنازة أو سيكون أسير، وهذه طبيعة الحال، لأن الجيش الوطني محكم السيطرة على هذه المناطق، لكنهم يغامرون بأفرادهم من أجل تسجيل نصر معنوي، ربما من أجل المحادثات القادمة في يكون لهم او تكون لهم ورقه اقوى، لكن نقول لهم انهم نعم ستكون باذن الله بوابه صنعاء. نحن لا نتكلم عن الصمود فقط، واننا نتكلم عن الايام القادمه باذن الله. الشباب همتهم عاليه، وانا استغرب عندما اتواصل بهم نجد ان الواقع في جبهتنا غير ما نراه في الاعلام، ولذلك نتمنى من الله عز وجل أن نرى الشباب غدا وهم في صنعاء أو بعد غدا أو حتى بعد سنة. هذا ليس داعي لليأس عندما نقول اليوم أن صنعاء نحن قادمون يا صنعاء، ليس معناه أننا بالضرورة سندخل غدا صنعاء. الجيش يبذل ما بوسعه، فإذا تمكن من دخول صنعاء فبها ونعمات، ما لم فالجيش سيعيد الكرة. لن نعم، تكون إذا صنعاء إلا اسمح لي يمنية، لن أستاذ تكون لا زيد، خميني ولا إيراني. سأعود إليك أستاذ زيد، أشرك معنا الأستاذ ياسين. أستاذ ياسين، ليست المرة الأولى التي تشتعل فيها جبهة نهم، وليست المرة الأولى التي يقدم فيها الشهداء بهذا الشكل. الخوف الحقيقي أن تتوقف كما توقفت في المرات السابقة. يعني نتفائل ونقول تحركت جبهة نهم وتقدموا، ثم تهدأ تماما ولم نجد أي حراك. ماذا لو حدث؟ ما يحدث دائما؟ طبعا أشكر الأخ العزيز زيد الشليف على التطمينات التي قدمها بخصوص جبل المنارة. أنا كنت يعني قبل تسجيل هذه الحلقة وقبل الظهور في هذه الحلقة كنت منزعج جدا من الأنباء التي تحدثت عن اختراقات حوثية في جبل المنارة. هذا خبر في غاية الأهمية. أما بالنسبة لمحركات هذه الجبهة، هذه المرة المسألة مرتبطة بمشروع الحوثيين أنفسهم، يعني هذا الحشد الذي تحدث عنه الأخ زيد والذي يقوم به الحوثيون منذ أشهر، هذا مرتبط بالمشروع السياسي للحوثيين، لأنهم ربما يحاولوا استغلال حالة الرخاوة السياسية والعسكرية على الساحة اليمنية في ظل انصراف اهتمامات الشرعية والتحالف الاهتمام بملف سيء جدا، بملف تافه جدا يتعلق بالمجلس الانتقالي والجنوب، يمكن حله ومحاولة استنبات معارك ومواجهات في الساحة الجنوبية في الوقت الذي تتموضع فيه القوات البرية السعودية والإماراتية في عدن وفي حضرموت، بما لا يستدعي ولا يستوجب هذا حدوث مثل هذه المشاكل في الجنوب. هذا الأمر وفر للحوثيين فرصة لكي يخلقوا واقعا جديدا على الساحة اليمنية، وبالتالي يظهروا أمام المجتمع الدولي ككيان قوي جدا يستحق أن يفرض شروطه السياسية. ثم أنهم يتعرضون لضغوط، هناك وفد دبلوماسي اليوم يزور صنعاء، كان في عدن ويزور صنعاء، هناك تحرك بريطاني في الرياض، هناك محاولة من المجتمع الدولي لدفع الأطراف إلى الذهاب إلى محافظات إلى 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 مشاورات شاملة. طبعا هو يراد تجاوز الإخفاقات الكبيرة على مسار ستوكهولم، على مسار الرياض المتمثل في اتفاق الرياض، والذهاب إلى البحث في
تسوية شاملة، وهذا طبعا قفز غير مبرر، لكن هذا يفيد الحوثيين كثيرا. ولهذا عندما يتحركون في أهم جبهات القتال وهي نهم، فعندما يحققون فيها اختراقات ويوجهوا ضربات قوية للجيش الوطني ويحققوا مكاسب على الأرض، فهذا يعني أنهم سيصبحون أقوياء في الموقف السياسي التفاوضي خلال المرحلة المقبلة. فهو نوع من التفاوض بالسلاح لتحقيق مكاسب سياسية، كما هي المفاوضات اللي عادة تجري، المفاوضات السياسية التي تجري في غرف مغلقة. هناك فشل طبعا في المحادثات السعودية الحوثية، لم تصل إلى نتيجة. لهذا الحوثيين يريدون أن يقدموا انطباعا للمملكة العربية السعودية ولغيرها من الأطراف الدولية والإقليمية بأنهم أقوياء بما فيه الكفاية لفرض خيارهم السياسي. هذا هو الدافع وراء تحريك جبهتنا. لكن الجيش الوطني كما قلت لك موجود هناك ويخوض معارك، وهناك أعتقد أنا أنه الخسائر التي يتكبدها الطرفان في هذه الجبهة كبيرة ومتواصلة ومستمرة منذ وقت كبير جدا. لكن أثيرت قضية نهم لأن الهجوم الحوثي كان كاسحا وكبيرا، ومع ذلك أخفق وفشل واندحر، وهذا إنجاز كبير جدا بالنسبة للجيش الوطني. تسأليني هل يمكن الجبهة هذه أن تتطور باتجاه إنجاز الاستحقاقات العسكرية والسياسية المفترضة؟ هذا الأمر مرتبط بإرادة التحالف الذي يتحكم بمصير هذا الجيش، والذي يتحكم بمؤن هذا الجيش، والذي يتحكم بمرتبات هذا الجيش. الحكومة ممنوعة من الحصول على موارد من مواردها الطبيعية، يعني من تصدير النفط إلى آخره. هناك يعني هندسة سيئة جدا للسلطة الشرعية جرت خلال الفترة الماضية، بما سبح بحالة الرخاوة هذه وبحالة التفكك التي تعاني منها السلطة الشرعية، إلى درجة أنها تنصرف عن الاهتمام بهذه القوات التي تعتبر صمام أمان المشروع الوطني. نعم، إذن سنناقش هذا الموضوع أستاذ ياسين، ولكن بعد أن ينضم معنا الدكتور صالح السميع محافظ محافظة المحويت عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ صالح. يا مرحبا. أهلا بك أستاذ صالح. نهم الجبهة اليتيمة تشهد اليوم عودة كبيرة للمواجهات بين الجيش الوطني والحوثي، هل ترى أن هذا التصعيد فقط ردا على المجزرة التي حدثت يوم السبت ثم ستهدأ الأمور بعد ذلك، أم أن هناك نية حقيقية للتقدم؟ الحقيقة أن الذي بدأ بالهجوم هو الحوثي، هجم على الجوف وهجم على جبهته وهجم على الصباح، والجيش الوطني تصدى لهذا الهجوم وأفشلوا تماما، وخسر الحوثي مواقع جديدة كان يتمركز فيها. وهذه من نعم الله، كما قلت البادئ هو الحوثي. واليمن حقيقة تعيش مشكلة، معنا الانتقالي في الجنوب والحوثي بالشمال، وكلاهما يسعى إلى العودة إلى حدود. وفي كل الحالات أستاذ صالح الشرعية دائما تنتظر رد، أن تكون هي بموقف رد الفعل، يعني لا تتحرك هي، لا تبادر هي بأي فعل، فقط تنتظر الآخر ماذا سيصنع حتى تتحرك هي، وبالتالي هي تخسر الكثير. يعني المجزرة التي حدثت ليست بالهينة وليس العدد بالقليل حتى يتم التجاوز عن مثل هذه النقطة. صحيح، والقضية هي رهن التحقيق الآن حتى تتضح الجهات. الحوثي لم يعلن مسؤوليته عن الحادثة، والقضية ما زالت في الدائرة الرمادية، ولا بد أن تكشف حتى لجنة التحقيق التي شكلت، وسوف نتحدد المواقف بعد ذلك. على كل حال يا ابنتي، مشكلتنا الآن مشكلة الحوثي والإمارات باختصار شديد، مشكلة إيران مع الإمارات، يعني أوجدوا لنا وضع مختل. نسأل الله العون للجميع، وضع مؤلم من كل الجهات. يعني ما كنا نتصور أن الإمارات التي طلبناها لتكون حليفا أن تتحول إلى عدو يتؤذينا كثيرا. الآن كان المفروض أن كل عام ينشغل بقضية الحوثي، وإذا الدولة والمملكة العربية السعودية مشغولين بقضية زرعها محمد بن زايد ونمّاها وسكاها ومشغولين بهذه القضية.
تاركين الحوثية يعني يسرح ويمرح في ألا تشارك السعودية؟ هذه مشكلة كيف نعالجها؟ القضية محل دراسة يكون خير. نعم، لكن ألا تشارك السعودية في هذه المشكلة دكتور صالح، وهي التي تابعت تجاوزات الإمارات وتحدثنا عنها مرارا وتكرارا؟ أين السعودية مما يحدث في الإمارات؟ أين السعودية من منع الحكومة الشرعية من العودة للإمارات؟ أين السعودية من ما أحدثته الإمارات من إنشاء الحزام الأمني وتربيته بهذا الشكل وتكبيره على الحكومة، وأيضا ما قام به من انقلاب؟ سكتت السعودية وصمتت، والآن ربما تجني ما زرعت. ليس السعودية راضية بما حصل، ولا الدولة والشرعية في نظامها راضية بهذا الموضوع. فعلى كل حال نحن مشكلة حصلت وغرست، ما كان حد يتصور أننا سنصل إلى ما وصلنا إليه. الآن نعالج هذه المسألة، هناك اتفاق الرياض إن شاء الله يصل إلى بر الأمان ولا يصل إلى طريق مسدود، وسيكون خير. فإن نجح فذلك ما نبغيه، وإن فشل فلكل حادث حديث. اتفاق الرياض يعني جاء ليعالج ما زرعه محمد بن زايد، أما البقية هم أدوات جمعوا في محافظات الجنوب والشرق. نعم. وهم شرذمة قليلة. نعم دكتور صالح، يعني مأساة 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 عندما تأتي بشخص ليقول نصير لك، وإذا هو في لحظة معينة يتحول إلى عدو. هذه مشكلة. الآن نحن نعيش فترة حل هذه المشكلة. نعم. والله المعين الوضع معقد، ليس على ما نشتهي، لكن نوايا الدولة والحليف السعودية ماشي في الطريق الذي نعتقد أنه صواب، وإن شاء الله نصل إلى بر الأمان. نعم دكتور صالح، المعلومات الميدانية تقول إن الجيش يقاتل وسط غياب كلي لطيران التحالف، هل أصبح تخلي السعودية عن دعم الجيش والشرعية أمرا مفروغا منه؟ لا أبدا، المعارك التي تدور الآن في نهم، الطيران السعودي على وجه التحديد قام بعمل مشرف، قام بعمل جبار هذا اليوم وأمس، يستحق منا الثناء. يعني هذا إنصاف، وللحقيقة أنه قام بدور كبير ودمر كثير من التعزيزات أو معظم التعزيزات التي دفع بها الحوثي سواء مادية أو بشرية إلى جبهة القتال. هذا من باب الإنصاف. نقاتل الآن نحن والسعودية في نهم في خندق واحد، نحن نقاتل على الأرض وهم يقاتلوا معنا من الجو. هذا هو الذي حاصل، بل أن هناك عتاد حربي يقاتل معنا من أماكن معينة في نهم على الأرض. فهذا الذي هو الحاصل، ويجب أن نكون منصفين. إذا شكرا جزيلا لك دكتور صالح سميع، محافظ محافظة المحويد، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ زيد. أستاذ زيد، بحكم اطلاعك، يعني الأنباء تقول من الميدان بأن هناك غياب كلي لطيران التحالف مثلا بالسعودية، وأخبار أخرى تقول لا هو موجود ومشارك، ماذا عن طيران التحالف؟ طبعا في الايام الماضيه كان الطيران فعلا يعني لم يتدخل بشكل كبير، لكن اليوم الطيران ضرب امدادات للحوثيين في نهم في منطقه المعراضه، وضرب اطقم للحوثيين باتجاه نقيل بن غيلان، وضرب امدادات كذلك، وضرب مواقع عسكريه في ميمنه نهم بشكل مكثف. لذلك يعني الطيران لعب دور مهم اليوم في ما حدث، لكن انا استطيع ان اقول ان الدعم الذي تتلقاه الجبهة اليوم فينا ليس كافي. هنالك دعم، لا ننكر أن هنالك دعم، لكنه ليس كافي. نطالب الشرعية وقيادة التحالف أو بالأخص السعودية أن يكون دعم حقيقي مستمر، وقبل أن يكون دعم بالسلاح والذخائر والطيران والتغطية الجوية يكون سلاح
باتخاذ قرار سياسي بالتقدم نحو العاصمة صنعاء. وأنا أستطيع أن أؤكد لك من خلال زياراتي المتكررة لجبهتنا ومن خلال تواصلي مع سواء مع إخواني أو الضباط أو الأفراد في هذه الجبهة، أستطيع أن أؤكد أن همة الشباب قادرة على أن تجتاز ما بعد صنعاء. ولو ربما هنالك أستاذ قرار زين، سياسي ودعم عسكري كافي لكانت مسألة نهم مسألة ليست بالصعبة. نعم، نحن لم نعد نعول إلا على هذه الهمة التي موجودة لدى نعم الشباب المؤمن حقيقة بقضيته. أما عن الشرعية وقياداته، أود أن أسألك أين قيادات الجيش؟ أين علي محسن؟ أين المقدشي؟ أين القيادات الفعلية التي يفترض أن تكون في مقدمات الصفوف؟ والله صراحة هنالك قيادات في الجيش، قيادات ميدانية متواجدة بين الأفراد، سواء قيادات مناطق عسكرية أو قيادات ألوية أو قيادات كتائب، وهم من يخوض المعركة، بل هم في مقدمة الصفوف، وهم من يتقدم قبل الجنود للصراحة وللإنصاف، ولكن حفاظا على صحتهم وسلامتهم لن نذكرهم بالاسم. القيادات العليا للصراحة غيابهم غياب غير مبرر. إذا كان الواجب في سواء في فترات نسميها السبات العسكري ان تكون هذه القياده مهتمه بالجيش ومهتمه بالجبهات، فما بالك بثلاث ايام لم تشهد جبهتنا مواجهات كما شهدتها في الثلاث ايام الاخيره. فمن المفترض ان نرى على الاقل المتكلم العسكري باسم الجيش الوطني، لم نرى ولم يتكلم وزاره الدفاع، لم يصدر عنها بحد علمي اي بيان يتكلم عن جبهتنا. هناك بيانات ربما من ضباط او من قيادات مناطق، لكن قياده وزاره الدفاع المفترض انها تكون في انعقاد دائم، يكون هناك مؤتمرات صحفيه يطلعون الراي العام على ما يجري في جبهتنا، خاصه وان الاعلاميين المدنيين ممنوعين من طلوع الجبهه، وهذا من حق الجيش ان يمنعهم، لان المنطقه العسكريه ليست مجال للتصوير ومن جاء لها، هنالك اعلام عسكري يصور، هنالك اعلام عسكري يوثق، المفترض ان يخرج هذا للعالم. نعم، وأنا أتوقع أن يخرج ذلك في الأيام القادمة، لكن غياب الشرعية فعلا غياب غير مبرر، غياب ونحن في القيادات هذه الحلقة العسكرية العليا غياب غير مبرر. نتمنى منهم أن الوقت لم يفتهم، الوقت ما نعم زال أمامهم، الوقت ما زال أمامهم، والفرصة ما زالت أمامهم، والتاريخ لن يرحم أحد. نعم، ونحن في هذه الحلقة حاولنا التواصل مع بعض القيادات العسكرية سواء الميدانية أو غير ذلك، بعضهم اعتذر والبعض لم نتمكن من الوصول إليه بسبب سوء التغطية. شكرا جزيلا لك زيد الشليف الناشط السياسي، كنت معنا عبر سكايب من برلين. عودة إليك أستاذ ياسين. لو تسألنا أستاذ ياسين عن الباتريوت، السعودية أيضا سحبت الباتريوت من مأرب ولم تتمكن من إمداد الجبهة بالإمداد الحقيقي الذي يمكنها من الصمود على الأرض، أن يكون تدخل التحالف وعبر الطيران، هل ذلك الأمر كافي؟ طبعا ليس هناك يقين فيما يتعلق بسحب الباتريوت من مأرب، لأن الباتريوت هو مرتبط أصلا بالقوات السعودية المتواجدة هناك بالأسلحة الحديثة المتواجدة، هو غطاء لهذه الأسلحة، ليس معنيا بحماية الجيش الوطني ولا يكترث الجيش الوطني. فيما يتعلق بالدعم الجوي مهم جدا، أنا في تقديري أن الدعم بالطيران مهم جدا، طبيعي. وإذا كان كما قال الأستاذ صالح سميع، الأستاذ الدكتور صالح سميع، إذا كان فعلا وهناك مصادر تتحدث عن أنه وأكده الأخ زيد الشليف أنه الطيران تدخل اليوم، المطلوب هو لكن يبدأ هو التدخل مهم لكنه غير كافي. غير كافي طبعا، الجيش الوطني يريد امدادا، يريد خط ناري يليق بهذه المعركه. الجيش كما قال احد القاده العسكريين البارزين في كل المواجهات التي تدور في نهم وفي غير نهم تنفذ الذخيره فيفقد المكاسب التي حققها، لانه ذخيرة. عندما يتقدم العدو يكون هذا الجيش قد أنهك على مدى 3 أيام ونفذت منه الذخيرة، وبالتالي يضطر ينسحب من المواقع التي يعني سيطر عليها وحررها أيضا بخسائر، فسيطر عليها بخسائر وينسحب منها بخسائر، والسبب هو أنه ليس هناك دعم.
الفلسفة السعودية والإمارات هو أنه لا يجب أن يتمكن هذا الجيش من الحصول على الأسلحة الكافية التي تمكنه من امتلاك قراره، وهذا نوع من التفكير الاستعماري وليس التفكير الأخوي. الحلفاء لا يفكرون بهذه الطريقة. هذا الجيش الوطني تأسس حتى تحت إشراف التحالف، وفي مرحلة خطيرة جدا وفي مرحلة استثنائية جدا، وهذا الجيش الوطني يعبر عن هوية وطنية كاملة للشعب اليمني، وهو محل ثقة اليمنيين. لا أحد يناقش في مسألة هذا الجيش، ومع ذلك هناك تقديرات تقوم يعني سببها أو دوافعها إيديولوجية في الأساس، يقول لك هذا الجيش محسوب على هذا الحزب أو على هذا الحزب، وهذا اختزال مخل وغير منصف وغير عادل عندما تنسب جيش بكامله لحزب بعينه أو لتيار سياسي بعينه. هذه مشكلة كبيرة، وأنا أعتقد أنه هو هذا النوع من التصنيف بغرض المنافقة حتى تتوفر ذريعة لعدم دعم هذا الجيش وتمكينه من مواصلة مهامه العسكرية. فلسفة السعودية كما وبتأثير الإمارات، الإمارات هي الكارثة، وكما قال الدكتور صالح سماع، يعني السعودية اليوم غارقة في عدم بسبب ما أحدثه محمد بن زايد هناك. التأثير الذي مارسته الإمارات من خلال عقلية محمد بن زايد على نهج المملكة العربية السعودية كان كارثيا، والتحول الذي شهدناه في نهج القيادة السعودية هو طبعا جزء كبير منه يعود بسبب تأثير الإمارات الذي مارسته بقوة مع وصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى السلطة. لكن قبل ذلك كان هناك تكامل كبير جدا بين المقاتلين اليمنيين وبين القيادة السعودية، وكان هناك نفس أخوي، وكان هناك نوايا حسنة، وكان هناك التحام بين الشعبين اليمني والسعودي. كان هناك فرصة كبيرة جدا لإعادة بناء شراكة حقيقية بين دولتين جارتين لا تقوم على الخصومة وعلى الشك المتبادل، بل تقوم على تبادل المصالح وعلى الأخوة وعلى الشراكة. هذه الفرصة نكاد أن نفقدها الآن بسبب هذا التعامل غير المنصف مع الجيش الوطني ومع السلطة الشرعية. ما نريده هو تعامل منصف مع هذا الجيش، والتعامل معه بما يليق بكفاحه ونضالاته وتضحياته. ولهذا ستبقى طبعا ما يحدث في نهم مجرد أحداث في طريق طويل وشاق وصعب، التضحيات كبيرة جدا، لكن طالما والنوايا لم تتوفر بعد بخصوص المضي قدما باتجاه الأهداف الحقيقية، وهي استعادة صنعاء وإنهاء الانقلاب في صنعاء واستعادة السلطة الشرعية لنفوذها وولاية هد سوريا على الساحل اليمنية، أعتقد أن الأمر ما نراه اليوم سيكون فصل من فصول العبث الذي ستدفع من السعودية نفسها وقبل أي طرف آخر الثمن الغالي نتيجة له. نعم، إذن أستاذ ياسين اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف المحلل السياسي إبراهيم قاطبي من نيويورك. مساء الخير أستاذ إبراهيم. أهلا، مساء النور لك ولضيفك الكريم العزيز ياسين التميمي وكل مشاهدينك. أهلا بك أستاذ إبراهيم، كيف تتابع التصعيد في جبهة نهم؟ هل ترى أنه تصعيد مدروس يهدف إلى إحراز تقدم؟ أنا في اعتقادي أنه هناك كثير من علامة الاستفهام حول ما يجري في نهم. على سبيل المثال، لو كنا نتحدث أنه ربما أمور مدروسة، لماذا لم يتم مهاجمة الحوثيين بدلا من الانتظار حتى يهاجم الحوثيون القوات التابعة للحكومة الشرعية؟ أيضا ذكرت في حلقات سابقة أنه يأتي هذا التحرك في ظل دخول قوات سعودية ضخمة إلى مدينة عدن، وفشل تنفيذ اتفاق الرياض، وأيضا فشل تنفيذ اتفاق الحديدة، وما يجري على الساحة اليمنية من الناحية السياسية وأيضا العسكرية. هناك ألف علامة استفهام على دولة المملكة العربية السعودية فيما يجري في اليمن. يعني ذكر أحد ضيوفك الكرام زيد قبل قليل أنه هناك ضرب للطائرات في بعض إمدادات الحوثيون، لكن السؤال هنا هل نحن فقط حول الدفاع عن النفس، أو هل استعادة الشرعية يعني التحرك نحو صنعاء، وما هي الخطة التي يمكن أن يقوم بها الجيش الوطني بدعم من التحالف؟ التحالف ذهب بعيدا لتحقيق أهدافه في اليمن. من أنا في اعتقادي أنه من يقوم بإنشاء قواعد عسكرية في المهرة وفي سقطرة وفي عدن وفي شبوة لن يدعم لا جيش وطني ولا حكومة شرعية. فلذلك نحن كيمنيون يجب أن نكون صريحين مع أنفسنا. إلى اليوم نحن حوالي 15 سنوات منذ انطلاق هذه الحرب القذرة،
ما الجزء الذي استعدناه من الشرعية؟ لا يوجد لا حكومة في الداخل ولا حكومة تتحرك ولا لديها قرار سيادي ولا سياسي ولا عسكري. للأسف الشديد ونحن نعرف ذلك جميعا أن القوة التي موجودة في نهم وفي مأرب على وجه التحديد هي القوة الوطنية الحقيقية التي ينتمي كل أفراد قواتها من جميع أفراد الشعب شمالا وجنوبا ومن كل محافظة اليمن الذين أتوا لمحاربة الحوثي واستعادة الحكومة الشرعية. هؤلاء هم المقاتلين الحقيقيين من أجل استعادة الجمهورية، ومع هذا لا يسمح لا للحكومة الشرعية شراء السلاح ولا يسمح لهذا الجيش أن يتقدم في أي اتجاه، وإنما يحاربونهم كلما مشوا باتجاه الجنوب نحو ميليشيات التابعة للإمارات أو تحركوا نحو المناطق الشمالية من أجل تحريرها. نعم أستاذ إبراهيم، من الحوثيون. نعم، الأسلحة تتكدس في الثقيلة، تتكدس في عدن والمهرة، ورجال الجيش في نهم يقاتلون بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وتنفذ عليهم الذخائر دون إمداد حقيقي. لما لا تضغط الشرعية نحو دعم حقيقي لهؤلاء المقاتلين؟ هو سؤال يعني مكرر. السعودية، الحديث عن السعودية طويلا لم يعد له أي قيمة في حقيقة الأمر. بقالة الجيش والحكومة التي موجودة في الرياض، هؤلاء لم يعدوا يمتلكوا لا قرارا ولا إرادة، هم مجرد في اعتقادي، وللأسف الشديد أن نقول هذا الكلام على شاشة التلفاز، مجرد مرتزقة غارقين في الفساد والعمالة، لا يملكون لا قرار ولا إدارة ولا حتى حمية. لا يعني ضيفك الكريم سميع قبل قليل يتحدث من السعودية ولا يستطيع حتى الحديث عن السعودية بأي شكل من الأشكال، أصبحوا منزوعين الإرادة. وعندما تنتزع الإرادة، الجيش في الداخل مستعدا يتحرك، ورأينا ذلك عندما حدثت أحداث عدن في خلال 24 ساعة وصل إلى داخل عدن لولا أن التحالف منعه من مواصلة ذلك وقام بضربه. وأنا فأعتقد أن أبطال الجيش الوطني مستعدين بالذهاب في هذه الطريقة، لكن نحن أمام مشروع سعودي إماراتي لا يريد إقامة دولة حقيقية ولا جيش وطني يحافظ على السيادة وعلى الثروة، وهذا في حالة بناء جيش وطني حقيقي وإمداده هذا يعني خروج كل الميليشيات والقوات السعودية الإماراتية من المشهد السياسي داخل الجمهورية اليمنية. فنحن لا نتوقع كثير من القيادة السياسية ولا من العسكرية المتواجدة في الرياض كونهم لا يملكوا قرار وإنما أصبحوا مجرد دمية. للأسف الشديد يجب أن نتكلم كذلك ويجب أن نكون صريحين، لأنه مجرد الحديث بنفس الاسطوانة أن السعودية يجب أن تقوم بذلك، فلماذا لا تقوم به وهي تعرف ذلك منذ 5 سنوات وهي تعرف ما هي الأخطاء التي يجب أن تصححها، لكنها ونقول أنه الإمارات هي من تدخل في الخط وهي من عقلت الصوت كله. هنا العمق السيادي والاستراتيجي نعم. إذن هو للسعودية وليس للإمارات السعودية. شكرا، شكرا جزيلا لك أستاذ إبراهيم القاطبي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك. أخيرا أستاذ ياسين، لا تعويل على الشرعية في ظل كل هذا الارتهان. هناك من طرح فكرة أنه لما لا يتم دعم الجيش الوطني من قبل رأس المال الوطني وتجار ومن يريدون فعلا الخلاص لهذا الوطن؟ اعتقد هذا بانتظار اللحظه الفارقه التي ينتظرها الجميع، وسيجد الجميع انفسهم امام هذا الخيار، امام خيار المواجهه مع الاشرار، مع اعداء الوطن، المواجهه مع من يهددون وجودهم وحياتهم. سيقوم رجال الاعمال بدعم الجيش الوطني لكن في اللحظه المناسبه. اليوم الضغوط التي تمارس على رأس المال الوطني هي تمثل حرب بحد ذاته، حرب من قبل الحوثيين، حرب من قبل التحالف. رأس المال الوطني حجم الضغوط التي يواجهها لا يمكن أن توصف، حجم الابتزاز الذي يتعرض له رأس المال الوطني لا يكاد يعني لا يمكن أن يصدق.
ولهذا الرأسمال الوطني يحتاج إلى أن يتعامل مع هذه الأسواق، مع السعودية، مع الإمارات، مع غيرها من الدول. وبالتالي عندما يذهب في هذا الاتجاه أو يتبنى معركة أو يدعم الجيش الوطني أيضا هو تحت المجهر. ولهذا نحن أمام حالة حرب حقيقية ضد الشعب اليمني، حرب متعددة الأبعاد. لكن عندما تحين لحظة الحقيقة، عندما يقرر الشعب اليمني المواجهة بالأصالة عن نفسه وبعيد عن وصايات الآخرين، أعتقد أن كل الأمور سوف تحدث دفعة واحدة. المملكة العربية السعودية كما هي الإمارات لا يمكن أن تبقى طول الزمن يعني متحكمتان، لا يمكن أن تبقيان متحكمتان بالساحة اليمنية في برها وبحرها وجوها، ومن ثم مواصلة شيطنة الشعب اليمني وتقسيمه وتفكيكه والتفريق بين مكوناته واستهداف هذا المكون وترك هذا المكون وتحريض هذا المكون على هذا المكون. هذا الأمر لا يمكن أن يستمر. عندما نصبح في حالة مواجهة مع هؤلاء أنفسهم الذين جاءوا إلى دعمنا، أعتقد أن الجميع سيكون له إسهامه في الوقت المناسب، وسنتجاوز هذه اللحظة الصعبة التي يمر بها الشعب اليمني. شكرا جزيلا لك أستاذ ياسين التميمي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كنوا برعاية الله وأمنه.